مكملين معكم متابعينا، وهلأ حنروح لموضوع التربية والعلاقة بين الأهل والأبناء. والتربية كونها عملية سلوكية ومعرفية كتير ممكن يكون فعلا فيها أخطاء الأهل ما يعرفوا أنه هنا عم يوقعوا فيها، وتأثيرها فاطمة على نفسية الطفل والمجتمع. نعم صبا، يعني قد ايه بيأثر التربية وبتأثر العلاقة بين الأطفال وبين أهليهم على تربية الأطفال. لهيك رح نضوي على المشاكل اللي ممكن يقعوا فيها الأهل، وحنحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا بالاستوديو وفاء علاء الدين حيمور. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. اهلا فيكي. يعني اليوم العمل بمجال التربيه كونك اختصاصيه تربويه ونفسيه، وبنفس الوقت اكيد العمل بالبيت بالتعامل مع الاطفال وتربيتهم، وقتا نحن نقول في اخطاء شائعه بالتربيه، انت برايك هذا المصطلح يعني شو هي حقيقته؟ كيف ممكن نوصله للناس؟ يسعد اوقاتكم. بدايه، الاخطاء التربويه الشائعه هي اكثر الاخطاء التي نتداولها بشكل يومي ما بنعرف انه هي اخطاء، يعني هي أساليب تربوية خليني أقول بيمارسوها الأهل على أطفالهم بشكل يومي، وهذا الشيء كتير شائع وكتير متوسع بقلب البلد، مو بس عنا، هي أخطاء عالمية ممكن تكون بيمارسوها كل الأهل على أطفالهم ما بيعرفوا أنه هي أخطاء، مثل مثلا الدلال الزائد، مثل مثلا تفرقة بين الأبناء، مثل المقارنة، وعندنا كتير أساليب تانية بنطبقها على الأطفال ونحن ما بنكون عرفانين أنه هي أصلا هي أخطاء. تماما. أستاذة، إذا بدنا نحكي عن أبرز الأساليب أو السلوكيات اللي بيتبعوها الأهل مع أطفالهم وهي فعلا بتكون خاطئة. تمام. هلأ ذكرت لك في عنا، إذا بدنا نحصي الأخطاء التربوية هي أكثر من 150 خطأ تربوي ممكن نحن نعملها بشكل يومي وبدون قصد وبدون ما نحن نكون يعني نعرف أبعاد هذه الفكرة أو تبعات مثلا ممارسة هذه الأخطاء على الأطفال على المدى البعيد، مثل مثلا الدلال الزائد، مثل ما قلت قبل شوي التفرقة بين الأبناء، مثل مثلا المقارنة بين الأطفال خصوصا إذا كانوا أخوة بقلب البيت، أو حتى المقارنة مع أطفال الجوار مع الأقران، هي كلها بتلعب دور كتير كبير. مثلا خليني أقول مثل التحكم الزائد، مثل التدخل بخصوصيات الطفل، مثل رفع المسؤولية عنه، مثل أنه أنا مثلا ما كلف طفلي بأي مهام ضمن المنزل وبعد فترة بس يصير مراهق صير أنا متفاجئة من كمية المشاكل اللي هو عم بيصير، أو انعدام المسؤولية أو عدم تحمل تبعات أموره الخاصة، عدم المساهمة بأعمال المنزل. هي القصص كتير، بقى في عنا أخطاء كتير تربوية فادحة نعملها مثل ما قلت لك بدون قصد وما بنكون نحن عارفانين شو رح تعمل أو شو رح تأثر على الطفل بالمستقبل. هذا هو السؤال، شو ممكن تأثر هاي الأخطاء اليوم على شخصية الطفل بالمستقبل لما يصير ناضج وبالغ وعم نحاكمه على تصرفاته؟ ممكن نصنف كل مشكلة وشو تبعات تجاهل الأمر على المدى البعيد. مثلا إذا مثلا بدي أحكي عن مشكلة الدلال الزائد، رح يطلع عندي طفل معدوم المسؤولية، غير قادر على تحمل المهام، ما عنده استقلالية، بيحمل أخطائه للآخرين، بيخلي الآخرين يكونوا شماعة لأخطائه. رح يكون هذا الأمر كتير متعب لإله بالمستقبل، لأنه نحن بنعرف اليوم أي عمل بحاجة التزام، أي زواج بحاجة التزام، أي مثلا حياة اجتماعية بحاجة أنه الإنسان يكون ملتزم. فالطفل الغير ملتزم بمنزله بواجباته على الأقل، ما بيعرف يؤدي واجباته ولا يطالب بحقوقه، هذا الطفل بالمستقبل حيكون شخص معدوم النفع، غير نافع، غير مستقل. فهذا الأمر رح يأثر على نشأته بالمستقبل. إذا قلت الطفل مثلا اللي أهله بيقارنوه كتير مع إخواته أو مع الجوار، رح يطلع طفل مهزوز الشخصية، يحقد على الأشخاص كمان. هذا موضوع المقارنة كتير سيء. ممكن هلأ هذا الأمر بيعطيني يعني بيعطيني أوفرين، مثلا أما أنه يكون الطفل مثل ما قلت أنه مهزوز الشخصية وضعيف الشخصية، ما بيعرف يطالب بحقوقه وانهزامي بينسحب بسرعة، أو يطلع شخص حقود، شخص انتهازي للفرص، شخص ما عنده مبدأ ربح وخسارة، يعني مستغل، شخص مستغل بسبب الحقد الدفين اللي صار بقلبه من المقارنة الغير أو مقارنة غير الشريفة اللي كانوا يقارنوا فيها. لأنه نحن اليوم بدنا نحكي مقارنة بدنا نكون عم نقارن بشيء عادل،
بكفتي ميزان عادلة. اليوم الأطفال غير متعادلين، في عندي مثل دائما نحن بحكي معكم عن شيء اسمه الأنماط تعلم، حكينا فيها من قبل، ممكن يكون طفل حركي، ممكن يكون طفل سمعي، فكيف أنا بدي قارن بين هدول الطفلين؟ إذا هي كانت المقارنة غير سوية، كيف بدي قارن قدراتهم؟ إذا من الأساس القدرات مختلفة. هذا حكينا قبل شوي بنقطة الدلال الزائد اللي بيوصل إلى اللامسؤولية، إلى الشخصية اللي هي ما بتقدر تكون مسؤولة عن نفسها وأيضا فعالة بالمجتمع. خلينا نروح لجانب تاني سلبي، موضوع العنف الأسري. اليوم الأطفال يلي هن خاضعين وواقعين تحت هذا العنف، تأثيره عليهم كيف بيكون؟ العنف الأسري اليوم هو أمر شائع جدا، يمكن بقول بحسوا الأهل هو أبسط وسيلة لتحقيق مآربهم. يعني أنا حكيت معك أول مرة، ثاني مرة أنت ما استجبت لي، فأسرع وسيلة للانضباط هي ممارسة عنف أسري، من مثلا ضرب باليد على الوجه، من ضرب على الجسم، من تعنيف بأساليب مختلفة. بعرف أهل لهلأ بيستخدموا وسائل تعذيب اللي هي العصا، ممكن الحزام، ممكن كتير في أسس بيستخدموها الأهل مع أطفالهم، مثل ما قلت هي وسيلة للانضباط. اللي بدي أقوله أنه هو كائن رب العالمين كرمه، هو إنسان، يعني رب العالمين اليوم كرم الإنسان عن باقي الكائنات الحية بوجود ميزة العقل لحتى نحن نحكي، لحتى نحن نتخاطب، مو لحتى نحن نروض الطفل. عملية الضرب هي عملية ترويض، فإذا أنا عم بعتبر، إذا أنا كأهل عم بعتبر أنه طفلي كائن يروض، كيف المجتمع بده يحترمه؟ كيف المجتمع بده يتقبله؟ إذا أنا عم بتعامل معه بطريقة تهين كرامته، كيف بدي علمه أنه أنت في عندك كرامة لازم تحافظ عليها بالمجتمع؟ كيف بدي أقول للمجتمع احترموا طفلي، قدروه، اجعلوا له مكانة بينكم؟ كيف؟ إذا أنا مالي محترمه. فالعنف الأسري هو أمر كتير مضغوط، كتير شائك، كتير له تشعيبات كتير كبيرة يلي على شخصية الطفل. يعني على شخصية الطفل محزوز طفل أو لا منشوفه بالعكس عدواني؟ جانبين مثل ما قلت قبل شوي، حسب الطفل كيف بتقبل الوضع، حسب شخصيته. الطفل اللي من الأساس هو شخصيته ما لها قوية، هذا الطفل حياخد الأمر يعني أنه عادي، أنا صرت يمارس عليه الابتزاز العاطفي، أنا بخاف على هذا الطفل يلي بيصير يمارس عليه الابتزاز العاطفي من متحرشين، بخاف عليه من أشخاص غير أسوياء، لأنه هو متعود على تقديم التنازلات، بيأكل الضرب بدون ما يحكي، بدون ما يدافع عن نفسه، فهذا ممكن بالمجتمع يأذوه، يستغلوه، يمارسوا عليه كثير أنواع استغلال بشعة. أما الطفل الآخر اللي هو أصلاً شخصيته قوية، ممكن يتمرد، ممكن يطلع من البيت، ممكن ما بقى يلاقوا أهله، ممكن يلتحق بعصابات، ممكن يمارس هذا العنف بالمستقبل على أطفاله أو على الأطفال الآخرين، فالأمر جداً خطر. يعني هو ما مجرد كلام نحن عم نحكي بمقابلة تلفزيونية، هو عن جد أمر لازم يوصل على البيوت، يا جماعة هي شخصية طفل بده يطلع بالكبر إنسان سوي، إنسان فعال. كل شيء عم تزرعيه هلا حتحصديه فيما بعد. بقول لهم اليوم زراعة البازلاء او زراعة الفول والحمص اللي كنا نعمله بالمدرسة كنشاط زراعي هو شيء آني بيطلع بوقته، بينما الأشجار المثمرة بدها سنوات لحتى تطلع. طب هي ثمرة وهي ثمرة، بس القيمة الغذائية شو؟ وين أعلى؟ نفس الشيء الأطفال، الشيء اللي عم تزرعيه هلا حتحصديه على الكبر، فزرعي خير لتلقي خير. لا تنسوا انه هدول الأطفال بعد فترة هن حيصيروا قوامين على أهلهم، فالأهل اللي عم يمارسوا العنف الأسري على أطفالهم بعد فترة هن حيصيروا أضعف من أولادهم، حيصيروا شباب، هل عندهم استعداد يتعاملوا بالمثل؟ هذا سؤالنا. تمام أستاذة، بالنسبة للمشاكل الزوجية اللي بتكون بين الأم والأب، قد ايه بتنعكس وبتكرس التعاملات مع الأطفال وأخطاء شائعة؟ وكيف إذا كانوا في انفصال ممكن يقدروا يتجنبوا هاي الأخطاء اللي ممكن يربوا عليها أولادهم؟ من واقع الحال أكثر مشكلة بتصادفني بالاستشارات هي لما الأهل بيحملوا أخطاء زواجهم للأطفال، لما بتصير بتقلهم أنا تحملت كرمالكم وأنا قعدت كرمالكم، بتصير القصة بقى تحميل من نيات للطفل، ما هو ما كان بوقع الاختيار، يعني لا هو راح خطب ولا هو راح اختار الشريك ولا هو كان بأساس المشكلة، هو ضحية هذا الزواج.
فاليوم أبشع أمر ممكن يكون هو تحميل أخطاء الزواج على الطفل. ما له علاقة، ما له دخل بأي خطأ عم بيصير، هذا اختيار من اثنين ناضجين، المفروض أنهم يكونوا ناضجين فكرياً وناضجين اجتماعياً، في حواليهم أهل كان المفروض يساعدوهم بقصة الاختيار. وقت بيوقع القدر أنا معكم، ممكن الإنسان يعني وقت بيوقع القدر بيعمل بصر، ممكن يكون في خطأ بالاختيار بس ما له علاقة الطفل فيها. بدنا نحاول قدر الإمكان نجنب الطفل سماع المشكلات الأسرية. بعد فترة الطفل بيفقد احترامه لوالده ووالدته، ما بيعودوا بالنسبة له قدوة أو مثال يحتذى به، ما بيعود حتى كلامهم مسموع بالنسبة له، لأنه خلص هو ما له شايف منهم الحكمة، مو شايف منهم الأهل اللي يعتمد عليهم، شايف اثنين مراهقين لهلأ مشكلاتهم ما عم تخلص، ممكن بعد 30 سنة زواج لساتهم بمشاكل المراهقين، يلي عمل لي وقلت له وقال لي وتصرف بهي الطريقة والانتقادات الزائدة بيناتهم. فبيوصل لمطرح الطفل ما بيعود بده يسمع من أهله لأنه مو شايف فيهم قدوة. فهذا الأمر هو كتير خطأ. وقت أنا بفقد نظرة طفلي لألي، وقت أنا بفقد احترام طفلي لألي، كيف بده يسمع كلامي؟ كيف بدي وجهه؟ كيف بدي ساعده سلوكيا؟ ما بقى يتقبل مني ولا أي فكرة. عدا عن ذلك ممكن يكون يطلع الطفل حاقد على فكرة الزواج، ما عاد بدي اتزوج، ما عاد بدي يكرر نفس الأخطاء اللي عم بيساووها، أو لما يتزوج يتصرف بطريقة كتير بشعة مع الشريك، لأنه هو شايف أو هو عاش بواقع حال كله مشاكل، كله عي، كله قال وقلنا، كله وجع راس. فهي القصص كلها بتلعب دور كتير كبير بشخصية الطفل فيما بعد، حتى تعامله مع أبنائه بس لحتى يصير هو بدور المسؤول. هذا اليوم في كثير من الأهل عم يسمعونا، وعملية التربية عملية مستمرة، خلينا نقول لحتى الطفل يتجاوز الطفولة ويروح للمراهقة. هل أخطاء قابلة للإصلاح؟ يعني طفل بعمر المدرسة 6 سنين 7 سنين بقدر أنا أتجاوز معه أخطاء تربية بسنواته الأولى؟ بسنواته الأخيرة وبس يصير بالجامعة. اليوم إذا في عادة سيئة موجودة عند والدك أو والدتك ما بتتمنى يتخلصوا منها؟ أكيد طبعا. اليوم قد ما حاولنا أنه نكون نحن صح، في أخطاء رح تطلع، كل ابن آدم خطأ ولكن خير الخطائين التوابين. بس الإنسان يعرف وين خطأه ويتوب عنه. كيف يتوب عنه؟ مو أنه يبطل يعمله، يحاول قدر الإمكان يتفاداه من أجل الآخر. مثل لما أنا بحاول أصلح عيوبي لحتى تضلي أنت يعني حتى تضلني أنا متقبلة بالنسبة لك، حتى تضلي أنت تحبيني مثل ما أنا. بتوقع أنه لما يبلشوا الأهل يغيروا من أخطائهم، صدقيني أنه الأطفال حيرجعوا عن كتير سلوكيات، لأنه حيعرفوا أنك أنت عم تعملي هذا الشيء كرمالي، أنت عم تتنازلي عن أشياء كرمالي. مثل لما أب بأقلع عن التدخين لأنه ابنه مصاب بالربو، قدي بيلاقي الطفل أمر كتير عظيم بالنسبة له، أنه أنت تركت عادة بالنسبة لك، عادة كتير مهمة وأمر كتير كبير لحتى أنت تحافظ على صحتي. وهذا الأمر اللي المفروض يصير. أنا اليوم إذا بدي أكون قدوة صح، بدي أحاول غير سلوكياتي لحتى يتعلم الطفل أنه نحن من أخطئ منغير سلوكياتنا، ومن أخطأ ومنتوب عن الأخطاء، وعادي كلياتنا من أخطأ بس لازم نحن نصلح. وأهم شيء بدهم يعملوا الأهل أنهم يعترفوا بغلطهم. عنا عادة كتير بشعة أنه بيضلوا الأهل بيحملوا الأخطاء للطفل، أنت عملت أنت ساويت، بس لما بيجي الولد بيحكي عن خطأ مع أهله شاف منه خطأ معين ما بيتقبله، كونه هن أهل ما بيأخطئوا. لما أنا بأخطئ وبعترف بخطأي فبسمح مجال للي قدامي أنه يكون مخطئ ويعترف بخطأه. وكتير صح أنه نحن كلاتنا نعترف بأغلاطنا لحتى نحن نقدر نصلحها. أما إذا كل واحدة كان متعنت فكريا لدرجة أنه لا بده يتقبل ولا بده يسمع ولا بده يشارك أحد النصيحة، فطلعنا مجتمع مليء بالعيوب وما بقى فينا حدا مصلح. صحيح، متشكر كثير على كل هالنصايح اللي اعطيتيهم للاهل، على امل انه هيك يتجنبوا الاخطاء الشائعه بتربيه اطفالهم. شكرا كثير لك اختصاصيه التربويه وفاء علاء الدين حيمور. شكرا لكم.